جوهرة أوروبا الخفية التي تكتنف سحر العالم القديم بهندستها المعمارية الآسرة من بقايا عصر النهضة والتي تتجسد بقصر فافل الملكي، التحفة الفنية الفريدة التي تبحر بزوار عاصمة بولندا على ضفاف أزمنة بعيدة في موطن الملوك والملكات على مدار 5 قرون. هناك في كراكوف منبع الدهشة وعاصمة الأساطير في أوروبا الوسطى، عالم بأكمله ينتظر من يستكشفه بشوارعها المرصوفة بالحصى وكنوزها الأثرية المتناثرة في كل زاوية منها. ويحلو لزوارها البدء بمدينتها القديمة الساحرة المدرجة في قائمة اليونسكو، والتي تضم ساحة رينيك جلوني، أكبر ساحة سوق تعود إلى العصور الوسطى في أوروبا، إلى جانب كنيسة القديسة ماري وقلعة فافل القوطية، ناهيك عن قائمة أطعمتها بمذاقاتها العابرة للثقافات، والتي يمكن للزوار الاستمتاع بتناولها منكهة بعبق التاريخ في قبو تحت الأرض يعود إلى القرن 13. وتتيه على العالم بمهرجاناتها المفتوحة وموسيقى الشوارع وأغاني الهواء الطلق التي جعلت منها وجهة لعشاق الإبداع النادر والخصوصية والهدوء. تقع كراكوف جنوبي البلاد وتطل على نهر فيتسولا في مزيج خلاب من المنتزهات الطبيعية والغابات والسلاسل الجبلية الباهية. ويعود تاريخها إلى القرن 6 الميلادي، حين كانت مجرد مستوطنة بسيطة من الطرق الطينية والأكواخ المشيدة بالخشب، أسسها أحد النبلاء الذي يدعى الأمير كاراكوس. وتقول الأسطورة إنه نجح في القضاء على تنين شرس كان يؤذي سكانها ويؤرق عيشهم، فحملت المدينة اسمه مع تعديل بسيط. أما أسراب الحمام التي تملأ ساحات المدينة، فهناك أسطورة أخرى تفسر وجودها بأنها أرواح جنود كانوا في خدمة أحد القادة في القرون الوسطى، وحولتهم ساحرة طيبة إلى طيور لتسهل عليهم مهمة الاستيلاء على إحدى المقاطعات. وحين تأجلت المعركة وأرادت الساحرة إعادتهم إلى طبيعتهم، فشلت، وظل الحمام معذبا يروح ويجيء في المكان حتى اليوم. في النهارات المشمسة تتألق أبراج الكنائس والكاتدرائيات والقلاع فوق هضبة فافل الشهيرة التي تعد أبرز ملامح المدينة، ولا تندهش إذا وجدت في حيها القديم وسوقه التاريخي عدداً يكاد لا ينتهي من باعة الأوبافارزانكي، وهو الخبز الذي يصنعونه وفق خلطة سحرية بالسمسم طارة وبالملح الصخري طارة أخرى، ويعد رمز المدينة وسرها العتيق.